والحاجة التانية اللي عايزين نأكد عليها كمان جماهير بقى، جماهير الأهلي يا كريم أصبحت أعتقد كمان عندها وعي كبير جدا ضد أي شائعات بتتقال عن الفريق، وهي كمان اللي بتتصدى. يعني كنا في الأول بنلاقي لا في ناس بتصدق، ناس تقول لك ده إزاي، ناس بتنساق ورا كلام بيتقال، بس الحاجة الحلوة اللي إحنا بقالنا فترة متابعينها دلوقتي لا خلاص جماهير الأهلي أصبحت عندها وعي كبير جدا، أي حاجة بتتقال بيبقى مفهوم هي ليه بتتقال دلوقتي وقبل أي مباراة تحديدا وأي بطولة، خلاص إحنا بقينا فاهمين الكلام ده. فيعني على كل حال مش كل استبعاد برضو، لو احنا هنرجع للنقطة دي اي استبعاد لاي لاعب من قائمة اي مباراة، يعني نلاقي بقى العناوين اللي نازلة اللي تضحك بصراحة، مش عارفة مين بيطلب رحيل مين، موسيماني بيرحب برحيل مش عارف مين، ازمة جديدة في فريق كرة القدم مش عارف ايه، يعني حاجات كلها بقت خلاص مقررة ومحفوظة. فالنقطة اللي احنا عايزين نركز عليها ان الوعي اصبح موجود، احنا عايزين نركز دلوقتي وندعم الفريق ده اللي احنا نعرفه، غير كده ما اعتقدش ان هو ليه مجال. يعني ما دي بقى شوية التحابيش بتاعت السوشيال ميديا والمواقع اللي مش لاقية يعني عدد مرضي من وجهة نظرها للمتابعين، فيضربين لك اي عنوان كده ايه فرقعة. لا يقول لك ايه الحصري عندي، تعالى خد المعلومة كتير من عندي، مين حضرتك عشان اخد معلومة منك؟ ما احنا بناخد معلومة عن النادي الاهلي لازم ناخده من المصدر بتاعنا، يعني مش اي حد يتكلم وخلاص. والمصدر بتاعنا مش اي مصدر، النادي الاهلي بكيانه الكبير ومنظومته الاحترافية اللي طبعا اصبح بالتالي هو ضيف نقدر نقول شبه دائم في كأس العالم للأندية. اكيد لما النادي الاهلي يحب ياخد قرار مش هياخد القرار ده في يوم وليلة، يعني في منظومة يا حضرات، في مجلس إدارة، عنده لجنة تخطيط، عنده جهاز فني، عنده مدير كورة، والأهم من ده كله عنده سياسة استقرار أهم دوافعها دعم كل الفرق الرياضية سواء كانت الجماعية أو الفردية. عشان كده بنتمنى أن يتم تناول أي أخبار متعلقة بالنادي الأهلي بشيء من الموضوعية أكتر من الهتلة اللي احنا بنشوفها في الفترة الأخيرة. وعلى فكرة زي ما انت بتقولي فعلا الجمهور يعني ما بقاش حتى بينزعج من اي اخبار بتنزل على السوشيال ميديا، وعنده ثقه كبيره جدا في فريقه وفي جهازه الفني، والكم الاكبر من جماهير النادي الاهلي، مش هقول الكل هنقول الكم الاكبر، عارف كويس جدا ان اي خبر متعلق بالنادي الاهلي بلعيبه النادي الاهلي بالجهاز الفني في النادي الاهلي اي خبر يخص الملفات دي يعرفها من النادي الاهلي مباشره. بس كلام سليم 100%.